فانا عايز اقول ايه، اي قطاع بقى، طب احنا سيبنا المدارس، لا طب سيبنا الجامعات، لا انا خلصت جامعات لغايه 2000 لغايه 20 سنه جايين. الله، طب ليه عملت كده؟ لقيت فكره وجريت عليها وعملتها. اسمع يا يوسف، اتفضل يا فندم. هديك مثالين واضحين. بقول لك انت عايز تسهر بقى، ايوه طب اسهر عشان نروح البيت بعد كده. مشكله، هو حد يطول يا فندم يسهر مع سياده الرئيس؟ ربنا يبر خاطرك يا يوسف. يا رب يخلي سيادتك. احد العلماء الافاضل الله يرحمه دكتور احمد جالي في 2014 كده، قال انا عايز اعمل مدينه علميه وبتاع. قلت له دكتور زويل. قلت له انا، طب مطلوب مني ايه؟ قال لي تخلي بس الهاله النسائيه تعملها لي. قلت له حاضر. بس دكتور احمد انت هتدفع تمويل؟ قال لي اه طبعا انا جايب فلوس ومش عارف ايه وفي ناس هتتبرع وكلام من هذا. ماشي يا فندم. حلو. وراح قال لي انا في ماديا دلوقتي 500 مليون جنيه. كويس. طب هات الرسومات. جاب لي الرسومات. هات الرسومات. جاب لي الرسومات. قيم الرسومات دي 3.5 مليار. اوب. يا دكتور احمد الله يرحمه، انا بقول لك قبل الشغل هتبقى هتقدر تجيب الفلوس؟ قال لي اه. قلت له طبعا. اشتغل. تعب بعد كده الراجل الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا يعني توفى. كملتها ولا سبتها؟ كملتها يا فندم. كملتها. طب حد اداني حاجه؟ لا. هتقول لي طب وانت هو انت بتدفع، انت بتتكلم كده وكانك بتدفع من جيبك يعني؟ اقول لك لا. بس كل حاجه ليها التزاماتها. طبعا. يعني طب ما هو ازاي اكملها ولا اسيبها؟ اسيب الكوبري 5 سنين يوسف ما تعملش؟ لا. سيب الكوبري 3 سنين ما تعملش؟ شفت كوبري ما اتعملش؟ مفيش. انا عملت 1000 كوبري في الفتره بتاعتي. 1000. شفت كوبري اتعمل في سنتين ثلاثه؟ لا. امال ايه؟ اسابيع يبقى شهور. يبقى انك انت فاهم كويس تدير عملك ازاي عشان ما تبداش موضوع وتوقف. ادي اول واحده. الحاجه الثانيه مستشفى 500 500. دي برضو يعني ناس طيبه وافاضل ورجال اعمال كويسين. قال انا عايز اعمل مستشفى للاورام اعالج فيها الناس بالمجان. قلت له طيب عايز ايه؟ قال لي الارض دي وبتاع. قلت له ماشي. وايه تاني؟ قال لي نعمل 1000 سرير. قلت له 1000 سرير؟ قلت له انت عارف 1000 سرير دول علاجهم السنوي كام؟ ده المواطن اللي عنده اورام بعيد عن السمعين يكلف 300000 جنيه. يكلف ايه؟ 300000. طب انت هتجيب المليارات دي منين؟ طب وانت هتعمل المستشفى دي هتكلف 17 مليار. هتكلف كام؟ 17 مليار. 17 مليار. توتال. لا انا شايف ان احنا نعملها اقل من كده. القرشين اللي جابهم حطهم وشكرا. كملت؟ طب انا لو استنيت الرقم مش هتكمل. مش هتكمل. اطلع شوف 500 500 عامله ازاي. كملناها. ها؟ كملناها. بنكملها وقلنا ان احنا نخليها 300 سرير بس. لان مش ممكن اي تبرعات تبقى كافيه لتكلفه العلاج. وده كلام، هي دي مشكله الناس. مشكله الناس ايه؟ ان الحلم مش مستكمل بفهم وتقدير حقيقي للواقع. انا قلت لك في النهارده كنت بقول في اللقاء الجامع والكاتدرائيه، قلت نتبرع بيهم يا مصريين، كل المصريين عشان نعمل الجامع الكاتدرائي. وانا بقول لك احنا دلوقتي بعد ما خلصوا وبنوا واتعملوا 10% بس نتبرع قيمه الجامع. 10%.